يا ترى المرحوم بهون عليه اتزوج ابن عمه من بعد منه؟ آه يا شاعر، والله حيرتني. شو إلك مصلحة بجوازتك مني؟ شو ذنبك تضيع شبابك مع وحدة مثلي أرملة وراها ثلاث أولاد؟ بس أنا ما رح أقدر أكون إلك حرمة مثل باقي الحريم، ما بقدر، مستحيل. شو أختي؟ شو صار معك؟ قلتي له مثل ما قلت لك؟ إيه قلت له. إيه وشو قال لك؟ قال لعني لبرات الأوضة، قال لي مرة تانية لبقى تجيبي سيرة أختي على لسانك. يو قلتي له إنه الشغلة فيها إنا بين عفاف وشاهير. الله لا يوفقكم. ما استرجعت له، بس لمحت له تلميح. ها تلميح؟ لك قولي عليكي شو نايطة. إي والله ما استرجعت له. إيه خلص خلص، هلأ بس يجي جابر أنا رح أقول له. الله لا يوفقكم انتو بتبدين. ليش شو في بيني وبين شاهر؟ ولك انتو ما بتخافوا الله؟ شبو شاهر؟ ليش مين جاب سيرتك وسيرة شاهر؟ ايوه معناها هالشغلة فيها انا، لو ما كان في شي بينك وبين شاهر ما كنت تبليتينا بهالحكي. اسمعي ولي، انا بخنقك وبحسن الله ما خنقك. لك ما بكفي الدنيا صارت سودا بوشي. ايه لك صارت سودا وبينتي على حقيقتك. انا اشرف منكم من اللي خلفكم انت وياها ولي سامعه؟ ولي انت بدك تجيبي معدل اللي خلفونا؟ بك يا شرتنا يا بنت. انا مش شرتنا، انا ما حدا غيرك. ولك انت يا شرتنا. شوهاب اخ عم تسبنا يا زلفي، عم تسبنا وعم تجينا معدل اللي خلفونا بيهون عليك يا شي. عفاف يا اخي والله هنن انا معدل. هنن؟ لك انت ما عاد استحيتي. طبخيني مجددا. ما بحبها. طيب رح ساوي لك لقمة قاول مع كاتبات. دخيلك يا ربي موت وريحني. انا ما عاد قدراني اعيش مع هالفاجرات، ما عاد قدراني. يا مو شو صار بينك وبين اخواتك لما ادهم؟ يا مو الله يخلينا ياكي، بركي بكره انتو فهمية بتروحوا على بيت ابو خيره، وقفوا ارض الديار بتسقوا زريعة، ما حلوة الزلمة امن فيني. على عيني، فهمية بكره ذكريني، خلينا نروح ننظف البيت الجماعة امنوا فينا. ايه يا مو، صحيح ذكرتيني، امبارحة شفتها لسعاد بالمنام. خير ان شاء الله. والله شفتها عم تبكي ومانا مبسوطة. دخيلك الدنيا اسمها نصيب، لو شغلتهم طولت شهر زمان كنا خطبنا لأخوك وجوزنا والبنت ضلت عنا. حط لك عشاء أخي. لا أختي مالي جوعان. لك يبعت لك حمى، ضروري تجيب سيرة سعادة الدم. أختي الله يرضى عليك، قومي ساوي لي كاسة شاي. يلا يا مو، خلينا نخطب لك البنت اللي شفناها عند خالتك، شو رأيك؟ مشي الحال يا مو، أنا خطبه. شو؟ مثل ما سمعتي. تقبروني على هالسمعة؟ عم تحكي عن حقها يا مو؟ ايه يا مو بحكي عن حقها. وامتى خطبت تقبرني؟ اليوم. خطبت بدون ما تقلي؟ يا مو هيك صارت الشغلة فجأة. فجأة؟ وبنت مين هي اللي خطبتها؟ أم أدهم. أم أدهم؟ إيه يابا. لك أمي شو جابرك تخطب وحدة أرملة وراها عالولاد؟ شو جابرك؟ هي مرت العقيد يا مو، وما بصير تتبهدل وأنا موجود، لازم يضل مقامها عالي. بس يا أمي أنا حكيت مع أخواتها والجماعة لسه ما ردوا لي خبر، وإن شاء الله بصير خير.
يقبر قلبي إن شاء الله على هالشبوبية. بحياتي ما انتبهت لحلاوته وشبوبيته غير هلأ. مرتخي يا مرتخي. جاي تقبرني؟ عاوز شي تقبرني؟ أنا رايح عن جواد عن بيكي. بلا ما تروح بيكي. لا بدي روح، ما بدي أتركه لحاله. إيه الله يكون معك ويعني عنك ويسلم لنا ياك يا حق. يعطيك العافية. يا رب حقق لي اللي ببالي. شو القصة يا ترى؟ معقولة في شي بينه وبين؟ استغفر الله العظيم يا رب بدخيلك. يا ترى اللي سويته اليوم غلط ولا صح؟ شو بده يقولوا الناس عني؟ حاطط عينه على حرمة ابن عمه وعم يستناه لحتى يموت مشان يتجوزها. يا باطل يا سواد وشك يا شاهر. أكو سعاد بكرة إذا رجعت من اسطنبول ولقيتني متجوز شو بدها تقول عني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بالمشر محي كان في شي بين عفاف وشاهر من أيام المرحوم جوزها بوقتها؟ أعوذ بالله لك أخي، أعوذ بالله. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عم تشك بأختها؟ لك أخي جواد، أنا ما كان إجا ببالي هالفمضي كله لولا مقعود الله يجزيها الخير. هي نبهتني على هالشي. مقعود؟ يا حبيبي مقعود بحياتها لا طاقتها ولا حبتها لأختك عفاف، وهلأ هي أختها أم دياب عم يعملوها معاملة الكفار. لك جواد، مقعود خايفة علينا وعلى سمعتنا. على كل، هلأ أنا بدي روح أقرر لعفاف وبدي أطالع كل شي ببطنه وبدي إنكت للخمير والفطير. أخي أختك أطهر من هيك. يا الله بيعلم إنها كانت تعبد وعبادي لصغري أبو أدها. بعدين نحن ما لازم نخلي الجنس مخلوق يجي معدل أختنا بالعاطل، لا أم قاعود ولا غيرها. وإذا طلع هالحكي مزبوط؟ ساعتها أنا بشوف شغلي معها ومع شاهر وبخلص عليهم هن الاثنين وبريحكم منه. إيه؟ شو علي؟ أخي بحياة روح أمك وأبوك تحت التراب سايرها لأختك عفاف. أختك ضلع قاصر وما لها غيرنا. شوي شوي عليها بالمسايرة بتاخذ منها اللي بدك إياه. أنت ما عليك جواد، ما عليك. أخي خلينا ننام هون الليلة وبكرة منروح. أختك ما بتخبي علي شيء. لما بيجي جابر بتقولي له إنه أنا عند المختار الفتحي. حاضر ابن عمي، تقبرني؟ شو عمل لك على الغداء؟ شو ما لكم عملوا كله نعمة الله. سلام عليكم. الله معك، الله يحرسك. شو يا خالد، مش عم تغسلي أواعي إخواتك؟ نحن منا مجبورين فيهم. إيه هلا بغسلهم. إيه تقبريني؟ انت اغسلي اواعي جواد وانا بساعدك وبغسل اواعي جابر. لا ام قاعود، ريحي حالك انت، هدول اخواتي وانا مجبوره فيهم. يلا تفضل جابر تفضل. انا رهيب. انا ما في غير انا وجواد اخي. ايه تفضل. يلا يلا تقبريني، اعطيني اواعي جابر اغسل. لا مرت اخي كتر خيرك، عفاف تغسل. لا تقبرني، اخطي خليني ساعدة فيه. ماشي مثل ما بديك. احكي لي اختي، احكي ولا تخافي. بتعرفي لشهر من زمان؟ من ايام المرحوم جوزك. انتي انت شو عم تحكي؟ شفتي كيف جواد أفندي شحط على عفاف وفاتوا على الغرفة؟ أبصر شو عم يحكوا. إيه لكان طول عمره بيدافع عنها وبيخاف عليها. ليكون كانت تعطيه مصاري على دور جوزها. إيه بعت له حمومة تسلق عظام وسلق. هلأ بيروحوا بيشاوروا أبو دياب قبل ما يعملوا معها شي. بس جابر ما رح يمر إليها على خير. بكرة شوفي شو رح ساوي. دخيل عينه بفش القلب. هلاتينية انت روح لعنده، اذا شفت انه ما في شي بينه وبينه سلم لي عليه. قل له خليه يشرفنا يوم الخميس لحتى نكتب الكتاب،
وخليه يجيب معه الشيخ والمختار ابو وضاح وشي واحد من كباريه حارته.